كتشام، في درعا. قيصر حبيب، قيصر كيف هو الوضع في درعا؟ الوضع بداية سأتكلم لك عن الحراك. البارحة كما يعلم الجميع سقط 30 شهيد في محافظة درعا. هذا الرقم ليس هو الرقم الأكيد. يعني مدينة الحراك كما يعلم الجميع احتلها الجيش، لا نعلم ما الذي يجري فيها أو الأعداد الحقيقية فيها. اليوم لدينا 6 شهداء حتى الساعة، منهم 4 في الحراك. الحراك انسحب منها الجيش الحر، ولا يزال القصف المدفعي والصاروخي يستهدف المدينة من الفوج 175 ومن اللواء 52، وتستمر الحملة لليوم الثامن على التوالي على الرغم من انسحاب الجيش الحر. هنالك عمليات تصفية ميدانية، إعدامات ميدانية تجري في المدينة. هنالك أعداد من الشهداء، البارحة كان عشرات من الشهداء، لا نعلم الأعداد الحقيقية بسبب تمركز الجيش داخل المدينة. أيضا في درعا البلد كانت البارحة ساحة حرب حقيقية ولا تزال إلى الآن. القصف العنيف كان بمعدل قذيفة كل دقيقة على أحياء درعا، مدينة درعا ككل، ولكن تركز على أحياء درعا البلد. أصوات الانفجارات سمعت من مسافات بعيدة من القرى والبلدات المجاورة. أيضا سحب الدخان غطت سماء مدينة درعا بشكل كامل. الوضع كان البارحة في درعا أشبه بحرب حقيقية، انتشار القناصة في حي السحاري واستهداف كل من يتحرك. أيضا اشتباكات دارت في أحياء درعا البلد. معظم المناطق والبلدات تعرضت لعمليات قصف عنيفة استمرت حتى الصباح. من هذه البلدات سأذكر لك على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر بلدة الغارية الغربية التي تعرضت لقصف عنيف ولا يزال الآن سقط فيها شهيد. أيضا بلدة بصر الشام القصف كان عنيف، استهدف المنطقة الأثرية في بصر الشام التي بدأ يعني باتت المناطق الأثرية في سوريا شبه مدمرة. بلدة إزرع أيضا قصف الحي الشرقي من بلدة إزرع وكان هنالك شهيد. بلدة نعيمة كذلك الأمر. قرى منطقة اللجاء تتعرض لقصف منذ شهور، اليوم منذ الصباح أيضا تجدد القصف على منطقة اللجاء. الكرك الشرقي وأم الميادن وناحته، نحن نتكلم عن 30 نقطة تقصف بشكل يومي في محافظة درعا بنسب متفاوتة. نعم. الوضع في محافظة درعا أريد أن أنوه فقط للوضع الإنساني في المحافظة باختصار شديد لو سمحت. الوضع خطير في مدينة الحراك، نتخوف على إعدامات بحق المدنيين في المدينة. هنالك عدد كبير من الجرحى منذ 8 أيام لم يتم إسعافهم بسبب الحصار الخانق للمدينة. هنالك نقص كبير في المستلزمات الطبية وفي الكادر الطبي. هنالك نقص في المواد الغذائية. الوضع في المحافظة مأساوي. المهجرين إلى الأردن بدأوا بالآلاف. قرى شبه مهجورة. محافظة درعا الكثير من مدنها وبلداتها باتت الآن شبه مهجورة إلى الأردن. الجميع يخرج إلى الأردن، يخرجون إلى القرى المجاورة. الوضع مأساوي في المحافظة بشكل كبير. يعني نعم، قيصر حبيب كان معنا من درعا، هو الناطق باسم شبكة شام.